السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي. مرتضى منصور يكشف المستور عن المكالمة المسربة ما بين نجليه ويتهم بشكل واضح وصريح أبو سنيدة ولا أبو سنيدة، وقال الرقم وقال إن هو بتاع المخابرات القطرية والقصة والحكاية كما توقع الكثيرون من متابعي الرياضة المصرية بعد انتشار هذه المحادثة. أبو سنيدة هو اللي بيشيل أي بلوى، أبو سنيدة هو زي ما بيقولوا كده مش لاقيين اي نصيبه يبقى اللي يشيلها على طول ابو سنيده. مرتضى منصور اتكلم في عده امور خلال مداخله لي على قناه الخبس اليوم، عملت ادت له مساحته واتكلم، طبعا هاجم عمرو اديب تاني وقال بيشوه مصر ومن خلال الفيديوهات بتاعت نادي الزمالك وفيديوهات مش حقيقيه. طب انا اقول لك بقى الفيديوهات الحقيقيه، انا ما عملتش حاجه. اللي حصل ان بنت ابوها اهواجي وبنت جوزها مش عارف بيبيع القضايا وبنت جوزها معرفش مين كانوا ماشيين ورا فين، واحنا كنا ناس، انا كنت جناح ملاك بجناحين يعني، كنت حمامة سلامة، انا ما عملتش حاجة. لكن يا عمرو اللي انت عملته ده غلط، انت بتدي سكينة للاخوان علشان يطعنوا الوطن. هما مش هيقولوا ان ده نادي الزمالك، هيقولوا ان ده مصر، دي مصر، لازم احط الجمله طبعا. واتكلم عن الكابتن محمود الخطيب، وبقول للدوله والمسؤولين اللي بيقولوا مد ايدك لمحمود الخطيب بقول لهم كفايه كفايه كفايه. انا يا عم كفايه ما كفايه، انت كل ما تطلع تقول خطيب 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 هتموت، وعايز الخطيب يقول لك مبروك، يبعت لك تهنئه، يكلمك جرى ايه يا استاذ مرتضى؟ ما تركز، واذا حد قال لك وهد ايه ومد ايدك ليه يا سيدي؟ مش عايزين لا تمد ايدي انا حلال، لا تقرصيني ولا عايز عسل منك، مع نفسك وسيب مش كل يوم اطلع تقول خطيب خطيب خطيب. ايه يا عمي في ايه؟ مش بس كده، نتكلم عن احمد، هاجم طبعا كل احمد سليمان واتكلم وممدوح عباس، لكن النكته بقى، النكته فيما حدث مع نادي فيوتشر. امبارح كان ايه؟ الاثنين، النهارده الثلاث. امبارح الاثنين في المؤتمر الصحفي مرتضى منصور هاجم فيوتشر وقال انا ممكن اقفل لكم النادي، انتوا مش عارفين مش عارف ايه، انا قال لي اول كلام عمر كمال عبد الواحد يرجع، اتكلم بطريقه قويه وهدد نادي فيوتشر. النهارده قال نادي فيوتشر نادي محترم، ورئيس نادي فيوتشر وليد دعبس الراجل المحترم هو أول من هناني بنجاحي. لا 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 لا، هو ماذا حدث ما بين أمس واليوم؟ مين حد يفكر كده؟ ما بين هجومه على فيوتشر وإساءته والتجاوز وتهديده لنادي فيوتشر، والنهارده إشادته بفيوتشر ومسؤولين فيوتشر وشكره في رئيس نادي فيوتشر وعلاقتي بيه طيبة. إيه اللي حدث خلال 24 ساعة؟ حدث تسريب لمكالمة بتاعت أمير مرتضى وأحمد مرتضى. لا 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 لا، أنت عملت دوبليك أو عملت ضربت كده دوبليكس 180 درجة من امبارح، هجوم وتهديد وأنتوا مش عارفين وأنا ممكن أقفل لكم النادي. النهارده بشكر فيوتشر، الناس دول علاقتهم جيدة وناس محترمين وناس أفاضل وناس وبعدين بيقول بقى شوفوا أبو سنيدة، لو انا ما طلعتش النهارده وقلت ان اللي عمل ابو سنيده، وبعت لحضراتكم الرساله اللي جات لي بتاعت ابو سنيده والمكالمه المسربه والمفبركه دي، كانوا ممكن يتهموا اجهزه الدوله ويطلع يقول لك الدوله بتسجل الناس. لكن انا انقذت سمعه مصر، انقذت سمعه مصر، رجعنا تاني لوجع القلب ووجع الدماغ والكل اللي بيحصل، ونتيجته ايه؟ معروف، هنفضل دايرين في دايره، بندور بندور ونلف، ودنيا دايرة بينا، ودوري بينا يا دنيا. مش بس كده،
أحمد مرتضى منصور أيضا عمل مداخلة على قناة الخبث اليوم أيضا. قال لك أحمد مرتضى منصور إيه؟ بغض النظر بقى عن المكالمة المسربة أو المفبركة، كامل الاحترام للكابتن أيمن يونس والمستشار أحمد جلال. المستشار أحمد جلال مش زميلي بس، لا ده أخويا، وكان واقف معايا في الانتخابات ويهمه مصلحة الزمالك. وخالد لطيف واحد جده وجد جده في الزمالك، مش ممكن علشان الانتخابات نعمل حاجات زي كده. احنا محتاجين المستشار احمد جلال معانا، بنمد ايدينا لكل الناس، عايزين الناس تساعدنا. ليه الناس بتحاول تعطلنا وتوقفنا؟ احنا كل همنا نادي الزمالك. تظلموهم ليه يا الظلمه يا الظلمه؟ بتظلموا الناس ليه؟ حرام عليك، واتقوا ربنا يا ظالم، سيبوا الناس تشتغل يا ظالمة. انتوا اللي غلطانين، هم الملايكة. مرتضى قالها انا ملاك بجناحين. انباء كثيرة بخصوص ابو جبل واقتراب رحيله من نادي الزمالك لنادي النصر السعودي. انباء بتتكلم على ان نادي النصر تصل اتفاق الانتقال ابو جبل بداية الموسم المقبل، في حين ان مرتضى ممكن يتنازل عن مستحقاته في نادي الزمالك، مستحقات المستحقة مستحقاته المتبقية في نادي الزمالك. رضا عبد العال هاجم كارتي روم بعد الخسارة، وهاجم اللجنة اللي كانت بتدير نادي الزمالك اللي جددت لكارتي روم 3 سنين، وقال عشان كانت عارفة ان مرتضى راجع تاني فبيتعبوا مرتضى منصور. يعني مبروك عليك رضا، مبروك عليك الحديقة يا كابتن رضا، صحيح ما انت معمول لك حديقة. كلام كتير بخصوص عمر كمال عبد الواحد، وان ادارة نادي فيوتشر قررت بعد الكلام اللي قاله مرتضى منصور بالامس عدم عودة عمر كمال عبد الواحد. وحتى كمان مرتضى منصور في المداخلة اللي عملها ما جابش سيرة عمر كمال عبد الواحد اللي هدد فيوتشر بسببه بالامس. كلام كتير بتقول عمر كمال عبد الواحد يا اما هيكمل مع نادي فيوتشر بقية عدد مدة 3 سنوات، او يخرج للاحتراف الخارجي. وبعد كمان اللاعب منشر صوره ليه بتيشيرت نادي فيوتشر وحط قلبين كده، دليل على انه مبسوط ومرتاح في نادي فيوتشر. ايضا مرتضى منصور من ضمن الناس اللي كان قال لك ما يهمنيش الخطيب يهنيني، خدناني جماهير النادي الاهلي، وكفايه تهنئه مجدي عبد الغني ومحمود طاهر ومحمد عماره وكل الناس اللي حضراتكم عارفينها محسوبين انهم ضد الكابتن محمود الخطيب، وهشام سليم ضد الكابتن محمود الخطيب. يعني ايضا من ضمن الكلام قلت حضراتكم اول امبارح ان جماهير نادي الزمالك بدات تتمنى عوده فرجاني ساسي، وعشان فرجاني ساسي قال له هابي بيرث داي يا ميرو على صفحته على الانستجرام، الستوري في الانستجرام. بدا الناس يقول لك فرجاني ساسي يرجع مش مشكله، او هو حابب انه يرجع، ده اختفى. لكن بدا بعض الناس تجس نبض فرجاني ساسي نادي الزمالك. فرجاني ساسي قال لهم 50 مليون في السنة، 50 مليون في السنة، ادفع يا سيدي بقى. الأستاذ مجدي عبد الغني في محاولة لخلق أزمات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بيتقول على الكابتن حسام غالي، وبيقول إن حسام غالي بيصطدم بالكابتن محمود الخطيب، وعبر عن رؤيته ورغبته واعتراضه على تمديد عقد بيتسو موتسيماني لمدة موسمين. وقال مجدي عبد الغني حسام غالي قال لك انا ما اقدرش اقول بيتسو موتسيماني يمشي دلوقتي، لكن يقعد موسمين ليه؟ طب ما اجدد له موسم واحد يعني. طب انا عايز افهم ايه الفكرة، ما هو موسم واحد بشروط معينة هياخد شرط الجزائي لو اخطأ. الفكرة كلها اجدد له ولا ما اجددلوش؟ لو ما جددلوش اشوف مدرب تاني، جددت له اجددت له سنتين بقى عشان يبقى فيه هدوء واستقرار والكلام ده كله. لما الكلام اللي بيقوله مجدي عبد الغني محدش فاهم حاجه. حسام غالي عايز بيتسو موتسيماني، لكن معترض على مده سنتين، عاوز اخليه سنه بس كمان غير السنه غير نهايه الموسم ده. يعني طب ده لسه معانا شهر 8 الموسم، او شهر 6 او شهر ايا كان، ولسه كمان يا عم مجدي عبد الغني سنه كامله. يعني الراجل قاعد معانا فتره، حسام غالي يعتقد. لكن هي القصه ان في وجود في صوت معارض للكابتن محمود الخطيب، في ازمات داخل، ده بيروج ليها طبعا الاستاذ مجدي عبد الغني. يعني انا مش قادر استوعب ايه اللي بيحصل، لكن هكذا دائما وابدا. مجدي عبد الغني يتمنى التوفيق لنادي الزمالك والامور تمام التمام، لكن النادي الاهلي دائما مليان مشاكل. يعني يتمنى كابتن حسام غالي، طب بس مجلس الاداره ده لو كابتن حسام غالي مش هيطلع كل شويه ينفي ينفي ينفي، الناس كلها
بتتكلم، لكن النادي الاهلي ومجلس الاداره بيشتغلوا ومفيش عندهم وقت للرد على هذه المهاترات. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ولحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله.